بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفضائل نعمائك، ذاكرة لثواب غلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعا، وعلام القاصدين إليك واضحا، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مغالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مغذية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الدماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي،
اغفر لأوليائنا وكف عنا أعدائنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحث كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.